اللي كانت الإحصائيات. تقوم جمعية طهور لمساعدة مرضى السرطان بأفلو بحملة توعية حول سرطان الثدي منذ دخول شهر أكتوبر إلى غاية يومنا هذا، وذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات عبر بلدية ولاية الأغواط، واليوم حطت الرحال ببلدية عين الماضي، وتأتي الحملة استمرارا لعدد من الحملات والفعاليات التوعوية للمصابين بمرض السرطان بشتى أنواعه. وهذه تمثل القافلة، البداية كانت من مدينة أفلو، ثم النقطة الثانية هنا كانت في بلدية عين الماضي، وهذا للتحسيس بأهمية بخطورة انتشار هذا المرض. أعتقد أنه 42 ألف حالة سرطان جديدة في الجزائر، منها 12 ألف حالة سرطان الثدي، أمر يستدعي القيام بحملات وحملات تحسيسية مكثفة. إن شاء الله بربي تكون رسالة نوصلوها بأنكش نقضوا على هذا المرض في قبل ما ينتشر، خصوصا مرض السرطان اللي راه منتشر في ولايتنا بعدد كبير جدا. نتمنى الشفاء لمرضانا إن شاء الله. وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي حول أهمية الوقاية والفحص المبكر في تقليل نسبة الوفيات بسبب هذا المرض، وتثقيف السيدات حول مخاطر سرطان الثدي، وزيادة معرفتهن بعلاماته وأعراضه، وتمكينهن من معرفة طرق الحفاظ على صحة الثدي. موضوع سرطان الثدي ما هوش خطير، لكن الأخطر منه هو تفشي الأفكار السلبية وكذا بعض المعلومات المغلوطة والخاطئة. القافلة التحسيسية هو لهذا اليوم كان هو هذا هو هدفها. ويعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين النساء في الجزائر، وهو ثاني مسبب للوفاة بين نسب وفيات السرطان.